بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبناء الطلبة بنات الطالبات، مرحبا بكم. ها قد يا أبنائي قد انتهت اختبارات الفصل الأول. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا قد تحصلتم على نقاط جيدة ترضيكم وترضي والديكم. في الأول أبنائي، إلى كل من تحصل على نتائج جيدة أن يحمد الله ويقول الحمد لله أنني قد تحصلت على نتائج جيدة لأنني في الطريق الصواب، ويكمل على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة وعلى هذه المنهجية لأنها قد أعطته نتائج جيدة. إلا أنه يحذر كذلك من شيء اسمه الغرور، يعني لا يقول أنا انتهى الأمر وقد تحصلت على نقاط ربما سوف تؤدي به نفسه إلى الغرور مما يؤدي به إلى الهلاك، هذه ولا نتمناها من أي أحد. أما الذين لم يسعفهم الحظ أن يتحصلوا على نقاط جيدة كذلك أن يحمدوا الله ويقول الحمد لله. لماذا؟ لأنه يقول الحمد لله أنني عرفت نفسي أنني لست على صواب وما زال الوقت موجود أو متسع من الوقت، يعني ما زال الحظ في الفصل الثاني والفصل الثالث. أما لأصحاب شهادة البكالوريا فما زال الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث والبكالوريا، يعني ما زالت حظوظ كثيرة، فلهذا يحمد الله، إلا أنه يقول علي أن أبدل الطريقة التي استخدمتها في الفصل الأول لأنها طريقة غير مجدية وبفضلها قد تحصلت على نتائج سيئة. وكذلك علي الإنسان أن يكون مثابرا في عمله، يعني كيف؟ أن يكون دائما الدوام هو الذي يعطيك النتائج الجيدة. أما أن يدرس الإنسان مثلا في الشهر يدرس مرة أو لما تقترب يعني الاختبارات يبدأ يدرس ليلا ونهار، وهذا ما يحدث له ضغطا ووجع في رأسه، وهذا ما يؤدي به إلى أن يتحصل على نتائج أسوأ. هذه هي أمنيتنا، ونحن الحمد لله قد نعمل ليلا نهار لنشر الفيديوهات، فحاولوا أن تستفيدوا منها قدر المستطاع. إلا أننا لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة. وفي الأخير أقول لأبنائي وبناتي جزاكم الله خيرا، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، ومع تحيات الأستاذ نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.